أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. قتل 18 فردا من داعش وجرح آخرين في قصف جوي استهدف آخر مناطق احتلاله في محافظة دير الزور شرقي سوريا. قتل 27 فردا من ميليشيات الحوثي جراء قصف مقاتلات قوات التحالف العربي لمواقعهم في الساحل الغربي لليمن. قرابة 2 مليون مسلم يؤدون مناسك الحج يوم الأحد المقبل في بيت الله الحرام. تلوث الهواء يخنق السكان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد تجاوزه مستويات ومعايير منظمة الصحة العالمية. في الصحة، دراسة تحذر من قلة ساعات النوم على البالغين لفترات طويلة وإمكانية زيادة فرص إصابة قليلي النوم بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. وأخيراً في الرياضة، المدرب السابق للبرتغال باولو بينيتو يتولى مسؤولية تدريب كوريا الجنوبية.